وفيات وأعمار أبطال مسلسل الكبير أوي جميع الأجزاء. البداية مع الفنان سعيد طرابيك. الميلاد 17 أبريل عام 1941 والوفاة 15 نوفمبر عام 2015. العمر 74 سنة. الفنان أحمد مكي بطل مسلسل الكبير أوي واللي أدى دور الكبير، وأدى دور جوني، وأدى دور حزلجوم. الفنان أحمد مكي من مواليد 19 يونيو عام 1978. العمر 44 سنة. وجنسية الفنان أحمد مكي جزائري ولديه الجنسية المصرية أيضا. الفنان يوسف عيد. الميلاد 14 نوفمبر عام 1948. الوفاة 22 سبتمبر عام 2014. والعمر 65 سنة. الفنان سمير غانم. الميلاد 15 يناير عام 1937. الوفاة 20 مايو عام 2021. العمر 84 سنة. الفنانة دنيا سمير غانم اللي أدت دور هدية زوجة الفنان أحمد مكي. هي من مواليد 1 يناير عام 1985. العمر 37 سنة. الفنانة رحمة أحمد فرج واللي أدت دور مربوحة. وقدرة الفنانة مربوحة تتصدر الترند مش في مصر بس، في الوطن العربي كله. وهي من مواليد 8 مايو عام 1994. والعمر 28 سنة. الفنان حسين الإمام. الميلاد 8 فبراير عام 1951 والوفاة يوم 17 مايو عام 2014. العمر 63 سنة. الفنانة داليا التوني. الميلاد 6 اكتوبر عام 1991 الوفاة 5 اكتوبر عام 2017. العمر 26 سنة. وتوفيت الفنانة داليا التوني إثر حادث سير مروع. الفنان محمد شاهين واللي أدى دور توماس في مسلسل الكبير أوي. هو من مواليد 13 فبراير عام 1980. العمر 42 سنة. الفنان هشام إسماعيل واللي أدى دور فزاع في مسلسل الكبير أوي. وهو من مواليد 30 مارس عام 1977. العمر 45 سنة. الفنان محمد سلام اللي أدى دور هجرس في مسلسل الكبير أوي. وهو من مواليد 15 ديسمبر عام 1983. العمر 38 سنة. الفنان حسن عبد السلام. الميلاد 17 مايو عام 1938. الوفاة 21 نوفمبر عام 2013. العمر 75 سنة. الفنانة سحر كامل. الميلاد عام 1959. الوفاة 5 يوليو عام 2021. العمر 62 سنة. الفنان علي حسنيان. الميلاد 13 يناير عام 1939. الوفاة 12 أغسطس عام 2015. العمر 76 سنة. الفنان غسان مطر. الميلاد 8 ديسمبر عام 1938. الوفاة 27 فبراير عام 2015. العمر 76 سنة. الفنان بيومي فؤاد واللي أدى دور دكتور ربيع.
وهو من مواليد 16 يونيو عام 1965، العمر 57 سنة. الفنان حسين أبو حجاج، واللي أدى دور أشرف، وهو من مواليد 2 ديسمبر عام 1954، العمر 68 سنة. الفنانة سما إبراهيم، واللي أدت دور الكبيرة فحت، عمة الكبير، وهي من مواليد 1 يناير عام 1975، العمر 47 سنة. الفنان محمود الشرباجي، الميلاد 26 أبريل عام 1953، الوفاة 4 يونيو عام 2020، العمر 57 سنة. الفنان عهدي صادق، الميلاد 16 نوفمبر عام 1950، الوفاة 28 مارس عام 2022، العمر 71 سنة. الفنان مصطفى غريب، وده اللي أدى دور العترة، الابن الأكبر للكبير أوي، وهو من مواليد 23 أكتوبر عام 1995، العمر 27 سنة. الفنان علاء زيانهم، واللي أدى دور خال مربوحة، وهو من مواليد 1950، العمر 72 سنة. الفنان عبد الرحمن حسن، المعروف بزازا، واللي أدى دور طبازة في مسلسل الكبير أوي، وهو من مواليد 1992، العمر 30 سنة. الطفل عبد الرحمن طه، وده اللي أدى دور الابن الصغير للكبير أوي في الجزء السادس، ومسلسل الكبير أوي من بطولة الفنان أحمد مكي، والمسلسل تم عرض 6 أجزاء، وشارك عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف. أخي المشاهد، انتهى الفيديو، ولكن إذا يوجد فنان متوفي ولم يتم ذكره في هذا الفيديو وشارك في مسلسل الكبير أوي، الرجاء كتابته في التعليقات أسفل الفيديو. شكرا على حسن المتابعة.